بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الموضوع الحمد. الحمد هو تمجيد الله ومدحه والثناء عليه. إن الله هو المحمود بجميل صفاته، فهو يتصف بالكمال والمحبة والتعظيم وكل المحامد. إن الله كامل في ذاته وصفاته وأفعاله. إنه رب العالمين، رب كل المخلوقات من عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة والحيوانات في البر والبحر، وهو رب السماوات والأرض والنجوم والكواكب والمجرات وكل ما هو موجود. الحمد تقال فقط لله وحده سبحانه وتعالى، والحمد أعم من الشكر، إن الشكر يكون على النعمة. طلب الله من عباده أن يحمدوه حمدا كثيرا. قال عليه السلام: الحمد لله تملأ الميزان. الحمد يختلف عن المدح. ربما إنسان يمدح شخصا ولكن لا يحبه، بل لغرض ما، فهذا لا يسمى حمدا. الحمد هو الذكر باللسان، وأفضله أن نقول الحمد لله، أو الحمد لله رب العالمين، أو الحمد لله كثيرا، أو الحمد لله حمدا طيبا مباركا ملء السماوات والأرض وما لم نعلم، أو الحمد لله على كل حال في السراء والضراء. يجب أن نعلم أن لا شيء يأتي كما نتمنى، وأن نعلم أن الله يريد لنا دائما الخير في كل الأمور. ربما ما نراه شرا أو شدة أو ضرر، ولكن لعله خيرا وبركة ونعمة لنا، لأننا لا نعلم الحكمة من الله، فيجب الصبر ونحمد الله. ربما يريد الله أن ينبهنا لينجينا من كارثة فيها هلاك، وليهدينا حتى نستغفره ونعمل الصالحات لنكسب الحسنات التي تدخلنا الجنة الأبدية. وثمرات الحمد: فمن حمد الله وشكره يزيده من فضله، وتكسب حب الله في الدنيا والآخرة، وسبب لمغفرة الذنوب وزيادة الرزق والخير والبركة. ومن أحبه الله أكرمه، إن الله هو الكريم. الحمد هو ذكر أهل الجنة، يفتحون كلامهم بالتسبيح ويختمونه بحمد الله. قال تعالى: دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وعند دخول أهل الجنة الجنة واستقرارهم يحمد الله. قال تعالى: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، فنعم أجر العاملين. اللهم نحمدك حمدا كثيرا طيبا ملء السماوات والأرض وما لم نعلم، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.